ربي والله بنت سعدية ما خليتيها تجي هنا ونزيدو في حالنا نتقداو من السويقة حتى نصيفطك عند امك بقات في الكلاص اطي ريحتك تعطط بحال دوا سراق الزيت يا الله وما تزيدو تسكت وتحمر ليا وجهك الناس يا حتى نخوي لك الدار ونخليك تدوز رمضان بالطونه والحرور تاني يا كلالا واخا سبقيني تي أرادك الصوت هنا ريش كاين بعقلك وخونا ببط السردين والله ما شتها ولا عرفتها منين جات هادشي قولي للبوليس يلا معاه الضوم باي باي بوبي أمشيتي إعدام حنينتي عويشة بنت سعدية انتي متهمة بالسرقة الموصوفة اش كتقولي يا مظلومة سيد القاضي في المحامي ديالك وما عرفت مالو ما جا سيدي أفشيت لي الرويد وخليته أونبان في الخلق ملي هادي أول مرة وما عندك سوابق غادي نكون رحيم معك البواط ديال الطون فيه ثلاثة الحوتات غادي نحكم عليك بشهر على كل حوتة هي ثلاث شهور حبس صافي شكونتا راجلي نعم سيدي بغيت نشهد العمس قول اش عندك دابا هي خاونا بواط السرديل وحكمت عليها بشهر على كل حوتة والبواطة فيها ثلاثة الحوتات يعني هي ثلاث شهور كمل وراه خاونا حك ديال جلبانة وحسب شحال فيها من حبة وشحال جاها من شهر على كل حبة التغاطي المؤبد هذا راجلك مكتوب ينعم سيدي حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة عويشة بنت سعدية بالمؤبد عاش القضاء وبقضاء العقوبة في بيت الزوجية مع زوجها قدور ود الكبير أمكم سير دي مرتك وتهلا في بعضياتكم انتي تكيسي عليه وانت صرف عليها وتهلا فيها أما رمضان راه شهر العبادة والصوم والصحة ماشي التبدير والتخمة والله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية رفعت الجلسة كنتمنى تكون عجبتكم هذا الحلقة وما تنساوش تابونوا عندي في قناتي بركة وتكليكيوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد تحياتي أخوكم سفيان بركة